تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم. الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس جنوب السودان. الحكومة تقرر حظر دخول حاملي الجنسية القطرية. وزارة التعليم تنفي إخلاء المدارس بسبب فيروس كورونا. وضرورة إجراء تحليل PCR قبل عودة المصريين للكويت. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نائب رئيس جنوب السودان واني إجا مواصلة مصر بذل مساعيها لتعزيز الجهود الأممية أو الأمنية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان، كما رحب الرئيس السيسي بالخطوة الهامة التي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان بإعلان الرئيس سالفا كير وزعيم المعارضة رياك ماشار اعتزامهما بدء تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام. من جهته أشاد إجا بدور أو جهود مصر لدعم الاستقرار في المنطقة. تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، وذلك طبقا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاذ كافة إجراءات التقاضي طبقا للجرائم التي ارتكبها، التي من أبرزها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم والتخطيط لاغتياله، وكذلك توليه إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابية وضلوعه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود الفرفرة. تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، قرر مجلس الوزراء حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية حتى في حالة حملهم لإقامة سرية في مصر اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. من أجل حماية الأطفال بالمدارس من أي أمراض وبائية، أكدت وزارة التربية والتعليم على استمرارية في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية نافية في الوقت نفسه، ما تردد عن إخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماما من أي فيروسات وبائية. إذا كنت من المصريين الذين يعملون في الكويت وموجود في مصر حاليا في إجازة، فهناك إجراء يجب اتخاذه قبل السفر مرة ثانية للكويت، وهو إجراء فحص PCR أو تحليل الدم الدقيق الذي يستخدم للكشف عن العديد من الفيروسات والأمراض. بحسب وزيرة الهجرة يجب التصديق على نتيجة التحليل من قبل وزارة الخارجية تقديمها بالسفارة الكويتية في مصر حتى تتمكن من السفر والعودة إلى عملك بالكويت مرة ثانية. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.